أصوات المرنمين في كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة الرعاة مدينة بيت ساحور التي تبعد أمتار عن كنيسة الرعوات، وبحضور المطران يوسف الزريعي النائب البطريرك العام للقدس والإقونوموس يعقوب أبو سعدة وكاهن الرعية الأب سهيل فخوري والأب صابا خير والقس صليبة رشماوي وأشرف طنوس وعدد من الكهنة والشمامسة والراهبات والحضور. وفي كلمة للمطران الزريعي التي أكد فيها على الوحدة في الكنائس، الصلاة من أجل السلام في العالم أجمع، حيث عبر عن فرحته بسماع هذه الأصوات الجميلة للجوقات المشاركة. السيدة نكون في هذه الكنيسة سيدة الرعاة بدعوة من أبونا سهيل فخوري كان رعاية هذه الكنيسة سيدة الرعاة ببيت ساحور. سعيد أن أكون معهم وفرحت جداً من حضور الريسيتال من قليل في كنيستنا مع جوقات أخرى من طوائف أخرى من كنيسة الروم أو كنيسة اللوثرية، وفعلا شعرت بالروح المسكوني بأنه الجميع كنا نرتل بميلاد المسيح وكلنا ساجدين أمام طفل المغارة بدون أي تمييز، هذا أرثوذكسي، هذا كاثوليكي، هذا لوثري، هذا أي طائفة أخرى، ولكن كلنا ساجدين للمسيح الواحد ابن الله الحي الذي مزق السماوات ليأتي ويتجسد ويكون معنا. والجدير بالذكر أن هذا الرسيتال هو السابع على التوالي التي تقيمها جوقة ورعيات سيدة الرعاة للروم الملكيين، حيث اشترك عدد من الجوقات والمرنمين من عدة رعايا رنموا ليسوع طفل المغارة أجمل الترانيم الميلادية الرائعة التي نالت إعجاب الحضور. واشتركت المرنمة لونا أمين بوصلة من التراتيل الميلادية رافقها الفنان إبراهيم مراد من وراء القيثار، وعبرت عن فرحتها بهذه المشاركة لتقديم أفضل الترانيم. في نهاية الرسيتال قدم المطران الزريعي كلمة شكر وتكريم لكل من ساهم بإنجاح هذه الأمسية الميلادية. الدعوة هي من مدينة الرعاة اللي بشروا أول ما بشر العالم بالمسيح هم أبناء هذه المدينة مدينة الرعاة، ومن هون كمان برجع بنطلق بحكي وحدة المسيحيين. وحدة المسيحيين مسعى أساسي لكل مسيحي، لكل كنيسة لازم يحط هدف واحد بس قدامه، إنه أنا بدي أكون واحد مع الآخر زي المسيح هو الآب والابن والروح القدس واحد، احنا كمان لازم ككنائس كلياتنا نكون واحد. طبعا انا يعني انا طفله وانا برتل للميلاد وشغفي الميلاد، وبحس كوني انا ابنه بيت لحم انه هذا المكان لازم انا منه كلونا ربنا اعطاني هالوزن كرمال انها توصل للعالم بطريقه صح.
صوتي أكيد لازم يكون لخدمة الرب. ممكن أعمل شيء تاني بحياتي، ولكن أكيد يعني هذه رسالة أنا بتمنى أنها توصل للعالم. في كتير عالم برا عم بتابعونا نحنا، وبتمنى يكونوا محلنا هون بالميلاد. وهي مشاعر ما فينا نحن نوصفها، لأنه سيد المسيح رب المجد يعني لما بيولد ببيت لحم أكيد في رسالة هون. ولما ربنا يعطينا هالوزنات لازم تكون ثمرة لشيء تاني بالحياة. أنا ربنا أعطاني هالصوت لازم يكون رسالتي. وما أجمل أن ترفع صلواتنا إلى الله في هذه الأيام من خلال الأمسيات الميلادية والعيش بالزمن الحقيقي، زمن مجيء الطفل المغارة. للنورسات مارلين الحدوة، بيت سحور.